هقول لحضرتك. اوكي يا فندم، مفيش اي مشكله، اتفضلي. بليز ممكن اجل التشيك اوت بتاعي يومين، ولو امكن نفس الاوضه لو سمحت. غرفه كام يا فندم؟ غرفه 107. اوكي دي اهو. لطيف قوي الاوتيل. لطيف. لطيف. فعلا لطيف. الباب هنا كمان هايل قوي. ده حقيقي فعلا. انا بسهر فيه كل يوم لحد الفجر. والله؟ وانا كمان بسهر فيه كل يوم لحد الفجر، بس مع مراتي. على فكره مراتي زي القمر، لازم اعرفك عليها. شور. تمام مستر عمر، غرفه 212 الفيلم. اوكي يبقى ريت حضرتك تحجزيها لي من بكره ان شاء الله. اوكي ميرسي قوي. ميرسي، هنستناكي، ما تاخريش. ابسطي يا ستي، لقيت لك اوضه دبل للولاد في نفس الدور بتاعنا، بس كان بينا باوضتين. انا لسه قافله مع ماما، مش موافقه خالص تيجي تقعد معانا. ما هو غلط، انت اكيد قلت لها تعالي يا ماما عيشي معانا في الاوتيل. يا حبيبتي اللي زي ماما دي تقول لها ما تيجي تقضي معانا يومين يا ماما كده، تستريحي استرخاء استجمام. هي ركك بس تيجي ليله واحده، ليله واحده وتشوف عيشتنا دي هتلبد في المكان. بس مش عارفه برضو. طب انا عندي فكره. ايه؟ احنا هنشوف مامتك النهارده في حفله يوسف. اه نقول لها بقى وهي تيجي تقعد مع الولاد ونبسط. لا اوعي، الا ماما. ماما بالتحديد ما ينفعش ابدا نحكي لها اي حاجه عن عيشتنا. اشمعنى بقى؟ يا حبيبه قلبي انا مامتي غير مامتك خالص. يعني مامتك ممكن نقول شويه متفتحه، شويه بتفهم في الدنيا، انما مامتي دي هناك، دي مسافره ياما. وبعدين دي لو عرفت ولا شمت خبر بالفلوس اللي احنا بنصرفها هنا مش هنخلص بقى. خدي عندك بقى تبذير وسفه وربنا يزعل منكم والشيطان يا ابني هنصدع. طب ايه يعني؟ هنخبي عليهم؟ لا مش كلهم، بس ماما تحديدا لازم نخبي عليها. ومنيره كمان، لان منيره ما بيتبلش في بقها فوله. مش عارفه بقى، يعني لو ماما ما وافقتش تيجي تقعد معانا خلاص هنجيب الولاد يباتوا معانا هنا في السويت. يا بنتي في ايه؟ ما هم هيبقوا جنبينا هنا اهو. الله، هم مش بيناموا في اوضهم في البيت؟ ايوه ده في البيت، لكن هنا بعدنا باوضتين. انا مش مرتاحه انا لليله دي خالص. خلاص يا عمر ماشي، همشي وراك انا، ما اشوف اخرتها معاك ايه. ايوه بقى، ايوه بقى يا بت. انبسطي يا بت، انبسطي. انا مش عاوزك تفكري في اي حاجه دلوقتي غير في الغنى والرقص والمزيكا والكلام الفارغ وبس. كلام الفارغ وبس. ايوه. يخرب بيت ضحكتك، بتبقي قمر لما بتضحكي. انت هتعكسني ولا ايه؟ ما اعكسكيش ليه، مش مراتي؟ اتفضلي قدامي. ماشي يلا. يجرني قلبي يقول معلش، ازيك؟ اهلا اهلا، ازيك يا استاذ عادل؟ كنتش عارف ان ليكي اهتمامات فنيه كمان. لا مفيش اهتمامات فنيه ولا حاجه، ده اللي بيغني ده يوسف اخويا. اعرفك دكتور ضياء جوزي. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. سعيده. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. انا بعت لك العقد على الميل، شفتيه ولا لسه؟ لا وصلني. بس لسه ما شفتوش. منتظر تشوفيه وترد علي وحياتك. حاضر ان شاء الله. انا مضطر استاذن. اتفضل يا فندم. استني بقى اشوفك ان شاء الله يا دكتور. شكرا. شكرا. الأغنية دي إحنا أول مرة نلعبها في فرقة حلم حياة، والأغنية دي أنا بهديها لحد غالي عندي قوي. أنا بهديها لأمي، أمي اللي حنانها مغطيني في حضنها وأنسى الألم وبحس بالدفى. بحب أمي وبغني لها.
واشيلها في عيني وادعيلها ده من اول نفس ليا ولا بتبخل بجمايلها بحب امي وهدلها لاخر نقطة من دمي انا متسمي على ابويا ويشرفنا انا ابن امي ومهما عملت مش قادر لا يمكن ارد افضلها يا رب اديني وارضيني اسيب الدنيا افضلها ومهما عملت مش قادر لا يمكن ارد افضلها يا رب اديني وارضيني اسيب الدنيا افضلها ليش؟ أقول لك إيه؟ تعرفي عادل ومعت ده منين؟ يوه هو أنت لسه فاكر؟ أنت قلت لي هقول لك بعدين وبعدين عادل ومعت ده راجل صحضر نشر كبيرة تعرفوا بعد إزاي؟ بعدين بيقول لي بنشوفي العقد ومستني مني شغل أنا مش فاهم أنا متغاظة قوي متغاظة ليه؟ عشان كنت ناوي أعملها لك مفاجأة وما أقولكش على أي حاجة لما كل حاجة تتم بس هو بقى حرقها لي اتفضل يا سيدي ده العقد اللي بيتكلم عليه ايه ده عقد انا شركتها باسمي عايزك من بكرة الصبح تدور على دراسة من الدراسات اللي كنت عاملها في الجامعة وتنزلها في كتاب بس ازاي يعني دار النشر دي عارفها كويس مش بيشتغلوا بالطريقة دي خالص الناس يعني بتقدم شغلها وبعدين بيبقى في لجنة دراية كبيرة يقعدوا شهور لحد ما الشغل بيتوافق عليه ده ايه نتوافق عليه أصلا يا حبيبي لما بيبقى في فلوس كل حاجة بتترمي في الزبالة انت دفعت لهم يا حنان في خلال 10 أيام من استلامهم الورق الكتاب هيبقى في السوق وناوي يروح لأكبر شركة ماركتينج عشان الكتاب يبقى حدث مش مجرد كتاب عند بتوع الجرايد دكتور ضياء درويش لازم يكون نجم واللي ظلمك ولفق لك تهمك ومشاك من الجامعة يشوفك في التلفزيون وفي الجرايد وهيتمنى تعبره وانت مش هتعبره يا خليل أمرني يا حاج ايه يا ابني الملف ده يا ابني الملف ده ما فيهوش غير ميزانيه مشروع المول وبس فين الرسومات والتخطيط انا افتكرتك يا حاج عايز الميزانيه بس لا يا حبيبي انا عايز ملف كامل عندي ميعاد مهم مع ممول عايزه اول ما يفتح الملف يحصل له حاله البار ويحس ان المشروع مدروس ومتقفل من كل الزوايا اوامرك يا حاج بس ممكن اعرف يا حاج مين ممول ده خالتك ايه انت تعمل اللي انا بطلبه منك وبس مفهوم ولا لا مفهوم يا حاج وبلغ الاساتذه المهندسين وهما بيشتغلوا على المشروع يبسطوه على قد ما يقدروا كانهم لا مؤاخذه كانهم بيشرحوا درس كيمياء لعيل في حضانه لان المول اللي انا جايبه ملوش في التجاره فانا عايز اسحبه سنه سنه
مفهوم؟ عايزه ينبهر، عايزه ريقه يجري ويقول لي يا حاج خالد انا عايز افتح المول ده النهارده قبل بكره، مفهوم ولا لا؟ مفهوم يا حاج. يلا غور. تمام يا حاج. استنى يا امورني يا حاج. خد اخويا الملف. ماشي يا حاج. ركز بقى. ماشي يا حاج. انا ولعبت يا زهر. انا عملت ايداع بالشيك في البنك، وان شاء الله على يوم الاثنين الجاي هيبقى عندك ال 300,000 جنيه. والله يا دكتوره عيب اللي انت بتقوليه ده. عيب، احنا اهل. كتر خيرك والله يا حاجه خالد، اللي انت عملته مع حنان في الزنقه دي ما تقدرش باي حاجه. صلوا بينا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. الحقيقه انا مش جاي عشان ال 300,000 ولا حاجه. انا جاي عشان المشروع الحلو ده. ده مشروع ايه ده يا حاج؟ ده مشروع مول خدمي هيتعمل في منطقه جديده 3 4 سنين كده، وهتبقى ازحم من مدينه نصر. انا بحرج مع الموضوع ده بقالي اكتر من 2 3 سنين، والراجل صاحب الارض انا مخزنه تحت ايديا، وسبحانك يا رب كل ما حد يظهر له ويعرض عليه مبدا الشراكه ما بتمش، تقولش المشروع مستنيك ولا مؤاخذه. سبحانك يا رب، هي ارزاق والله العظيم ارزاق. مستنينا ازاي يعني؟ تهيألي يعني ان انت واخواتك تدخلوا شركة معاه. تسلم فمك يا دكتور، هو ده الكلام. بص يا دكتور، لما اخذ دراسه الجدوى دي محموله بالسنتوفه، فيها التقديرات مظبوطه والارباح وكل شيء. المشروع ده يا جماعه عشان يقوم على حيله مش محتاج اكتر من 25 مليون جنيه بس. ده تقريبا نصيبي كله. لا وانا برضه مجنون يا دكتوره عشان اخليكي تشيلي الليله كلها لوحدك. خالص، انا عايزك تدخلي مع اخواتك، تبقوا في وسطيهم، تحس بالامان. كل واحد فيكم لما مؤاخذه يدفع له 3 4 5 مليون، وكلها سنه من سنتين، الخمسه هيبقوا 10. ايه رايك يا ضياء؟ والله انا ما بفهمش في المشاريع دي قوي يعني، بس واضح ان دي دراسه متعوب عليها بصراحه. وريني كده. لا يا دكتوره، انا جايب لك الورقه انت بالذات عشان عارف انك الوحيده اللي هتقدريه، وانت الوحيده اللي هتعرفي تبيعي فكرتي لاخواتك احسن مني. بسم الله ما شاء الله، عملت مشاريع قبل كده وعندك خبره، ده غير بقى ان دماغك توزن بلد. توزن بلد ازاي؟ ده انا ما فيش مشروع دخلته الا لما خسر. يا ستي ما يخسر، ما انا قايل لك قبل كده الخساره هي اللي تعلمك المكسب، واهو موجود في ايديك المشروع اللي هيكسبك دهب ان شاء الله. شكله مشروع جامد قوي ومعمول له دراسه جامده. شايف يا ضياء، مش الهبل اللي كنت بعمله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني شكلك كده وافقتي؟ للاسف لا. لا ليه؟ طيب ايه؟ فاكر يا خالد لما جيت لك من سنتين وقلت لك شاركني في مشروع البيوتي سنتر؟ قلت لي لا، اصل انا ما افهمش في المشاريع دي. انت كنت صح، كان عندك حق. انا كمان ما بفهمش في المشاريع دي، انا مالي ومال المولات. ما انا مؤاخذه، بتفهمي في ايه يعني؟ بيوتي سنتر تاني وتخسري تاني؟ الله، ما تحضرنا يا دكتوره. انا قلت قبل كده يا حاج والله ان انا ما بفهمش المشاريع دي قوي يعني، بس متهيألي ان حنان لسه بتفكر في الموضوع يعني، ما خدتش قرار نهائي. اللي هي حنان؟ لا يا ضياء، انا قررت، انا مش هدخل معاك يا خالد في المشروع ده. انا احط فلوسي في البنك، وبكبيري قوي افتح صيدليه جنب البيت، وكمان مش هقف فيها لوحدي، هجيب حد يقف مكاني. اتعب نفسي ليه؟ البنك؟ الحق تقول لك عايزه تحط فلوسها في البنك؟ بنك ايه؟ انا تاجر وعارف بقول لك ايه، فلوسك هتقل. هو انا ما قلتلكش؟ لا، ما انا اصلي هحول فلوسي دولارات. انا مش هشاركك في المشروع ده يا خالد. روح لف على اخواتي، ولو حد فيهم وافق وعملت المول بحجز لي محل عشان افتح فرع تاني للصيدليه بتاعتي. اشرب الشاي يا خالد. ما شربتش ليه؟ ملوش لازمه، يا دوب الحق لف على اخواتك. بعد اذنك. اتفضل. بحاسب انت بقى.
مكشوف قوي احنا النهارده. كنت ممكن تردي اللي عملوه فيكي زمان ده بانه رفض لك مشروعك باي حاجه تانية، بس مش كده. فعلا كنت مكشوف. اوكي مش غلط. طب حتى كنت تقدري ان الراجل سلفك في وقت زنة؟ ساعات بحس ان طيبتك بتقلب عبط. عبط؟ خالد سلفني وهو عارف ان الارض هتتباع، ولو مش كده ما كانش ساعدني بمليم واحد، ومش بعيد يكون عايز يكوش على فلوسنا بمشروع المول، فقال لك اقدم السبت. حتى لو بتقولي ده صح، ليه رفضتي المشروع وانت عارفه اصلا المشروع كويس؟ تصدق ما اعرفش، مزاجي كده. مزاجك ايه؟ مزاجك دي بصراحه انا شايف ان المشروع ده مناسب ليكي جدا ولاخواتك كمان. بقولك يا دياب، خليك في شغلك وفي الكتاب اللي عايز تنشره، وسيبك بقى من الفلوس والاستثمارات والحاجات دي كلها. انا مش محتاجه حد يفكر لي اعمل ايه بفلوسي. اسف اسف حنان. ضياء انا ما اقصدش، انا اقصد خالد اللي يفكر لي. لا طبعا مفهوم، ولا حتى انا كمان المفروض افكر لك، وبصراحه انت كمان المفروض ما تفكريليش. تقصد ايه؟ انا مش موافق على موضوع نشر الكتاب ده. ضياء ما تدخلش الحاجات في بعض. يعني ايه مش موافق على نشر الكتاب؟ ما عنديش حاجه مناسبه، مش قادر بقى ارجع ابص في الحاجات القديمه دي تاني. انا بعدت يا حنان، انا هنزل بقى المحل عشان اطلع الحاج يرتاح شويه. ايه يا ماما انت لسه صاحيه؟ انت عارفه يا حبيبتي ما بيجيليش نوم على طول الا في السرير يا بنتي. ايه شكلكوا كده غارقين صح؟ لا مش خارجين، احنا نازلين ديسكو تحت. عمر عايز يحتفل بفك الجبس. عمر ده ماله؟ ده عايز يحتفل بأي حاجة. أنا جاي في أي احتفال. وماله يا ماما، خلينا نتبسط. اتبسط يا حبيبتي، بس بقول إيه؟ يعني تعالوا بدري شوي، مش ضروري تقعدوا للصبح، على الأقل الولاد يشوفوكوا قبل ما يروحوا المدرسة. حاضر، ولو احتاجتي حاجة كلمي 170. عارفة يا بنتي، هو أنت كل ما تشوفيني تقولي لي. بقول لك ايه يا جميل؟ ما تقومي تلبسي كده وتنزلي تديها معانا في الديسكو شويه. لا شكرا يا حبيبي، انا ست كبير ما ينفعش. ايه ده؟ مين ده اللي كبير؟ الله في سما، لو كنت شفتك قبل ما اشوف البت تقع دي ما كنتش عتقتك. ماشي يا اسكت يا ولد، والله ما كنت عتقتك. تصبح على خير. يا ستي نقعد شويه نشرب حاجه وبعدين نروح نرقص. الله، هي ليه فلوس ما جاتش من 10 سنين كده؟ ايام ما كان الواحد لسه صغير كده وبصحته. ما احنا لسه صغيرين وبصحتنا على فكره. ايوه انت بس اللي مقلتك على البسين طول الوقت. انزل معايا الجيم. لا جيم ايه؟ لا جيم ده شقه، وانا قررت من هنا ورايح مش هشقه تاني. بس لازم تاخد بالك من جسمك عشان ما تتخنش، وبعدين ساعتها مش هبص لك حتى لو معاك ملايين. يا بنت ما تبصيش لمين يا بنت؟ انت بتقولي؟ طب جربي كده انك ما تبصليش ولا تسيبيني. يا نهار اسود، والله هقتلك. ما اقدرش اسيبك. بعدين لعلمك بقى، انا مش قاعد طول الوقت مكسل ومقلق، انا طول الوقت بعمل ريسيرش على تفاصيل اجراءات الهجره لكندا. ايوه، وبالفعل راسلت كذا جهه هناك علشان الشركه اللي انا عاوزها بتاعها. اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت سمعتيه. بتتكلم بجد؟ بجد عن هاجر كندا؟ مش ده اللي كان طول عمرنا نفسنا فيه؟ مش ده اللي كنت طول عمرك بتحلمي بيه؟ ايوه، بس احنا حاولنا قبل كده وما عرفناش نوصل لحاجه. احنا كنا حاجه وبقينا حاجه ثانيه خالص. الاول كنا عاوزين نهاجر علشان نشتغل هناك، فكنا بنجمع بقى البوينتس بتاعت اللغه والسن والمؤهلات والكلام الفارغ ده. لكن دلوقتي احنا حاجه ثانيه خالص، الوضع بقى مختلف.
احنا نقدر نهاجر كرجال اعمال. ايوه. هنحتاج كام يعني علشان نعيش هناك عيشه مستريحه وزي الفل؟ 10 مليون 15 مليون 20 مليون معانا فوق ضعفهم كمان، صح ولا لا؟ والعلم بقى احنا ممكن في خلال سنه او سنتين بالكتير نبقى مستقرين بالفعل هناك، وساعتها بقى ناخد اولادنا معانا يعيشوا انضف عيشه واحلى عيشه ويتعلموا بقى احسن تعليم بجد، ويعيشوا في بيئه نظيفه صحيه وياخدوا الفرص اللي يستاهلوها. ايوه بس الفيلا اللي كان عينك عليها في التجمع والشركه اللي انت عايز تفتحها هتعمل فيهم ايه؟ يا ستي الشركه بدل ما افتحها هنا افتحها هناك، والفيلا كده كده هتتعمل الله، واحنا هنبيع اهلنا يعني؟ ما احنا لازم ننزل زيارات، لازم يبقى لينا مكاننا برضو ولا ايه؟ انا مش مصدقه بجد، مش مصدقه. لا صدق يا توتو، صدق يا قمر انت، صدق. بصي انا خلاص حطيت الموضوع في دماغي، وطالما اتحط هنا اهو يبقى انتهى. الله، بقولك ايه؟ تعالي نرقص. بقولك ايه؟ انا بعد اللي سمعته ده خلاص رجلي مش شايلاني. والله رجلك مش شايلاكي، خلاص انا ادور بقى على اي مزه رخيصه هنا تدلعني طول الليل. تدور على ايه؟ انا اقتلك. لا والله ما انت اللي مش عايز ترقص. بس ما تقوليش نفسي راح. هتندهش. وريني. يلا يلا. كتر خيرك يا حاج حسن، والله دعيت لك انت ودريه وكل الاولاد. بس بقول ايه يعني، لما نجي لكم يوم الجمعه ان شاء الله بلاش نلاقيكم عاملين عمايل كتيره كده ملهاش لازم. يا سيدي احنا اهل. لا ما انا عارفاكم، ارفعوا التكليف عشان خاطري. تمام، اشوفكم بخير، مع السلامه. مع الف سلامه. الله يسلمك. جمعة ايه بقى؟ وتروحي فين؟ وانت اصلا كنت بتكلمي مين؟ زي ما انت فهمت كده، بكلم عمك حسن، باخد منه ميعاد عشان نروح نطلب ايد مروه. من غير ما تقولي لي يا ماما، من غير ما تقولي لي ليه؟ لانك حاطط ايدك في الميه البارده، وده ما ينفعش. الكلمه اللي اديتها لابن عمك مش معقول تفضل متعلقه بالشكل ده. الناس اللي ما سالوش النهارده هيسالوا بكره. ولا انت بقى رجعت في كلامك؟ انا حر ارجع ما ارجعش، انا حول الموضوع يخصني انا. وبعدين مين قالك ان انا مثلا فاضي يوم الجمعه؟ هتفضي نفسك لو مش فاضي. يا سلام. المشوار رايح جاي بالقعده ما ياخدش 3 4 ساعات. انا مالي 3 ساعات ولا 4 ساعات؟ انا مالي يا ماما، انا مش عيل صغير. وبجد بلاش الطريقه الزفت دي في التعامل، ما ينفعش تاخدي ميعاد يخصني غير لما تقولي لي. انا مش عيل صغير تاخديه في ديلك، صح؟ كتر خيرك. ماما مش قلت لك اخويا يوسف لو عرف هيتضايق؟ يتضايق يقوم يزعقلي بالشكل ده؟ خلاص يا ماما انا اسف، انت عارف ان انا ما اقصدش. وبعدين ما كانش ينفع تاخدي ميعاد غير لما تقولي لي، صح؟ وقلت لك برضو اخويا قلبه طيب وبيروق قوام. على فكره انا هنزل ادور لك على البزله المفصصه في السوق، لو ما لقيتهاش هروح اجيبها من السوبر ماركت اللي في اخر الشارع ده، لسه فاتح يا ماما بقى، ومش عايزه اقول لك عامل عروض ايه فظيعه. لو ما لقيتيش في السوق ترجعي على البيت على طول. منيره والنبي مش وقتك النهارده خالص بجد، انا على اخري، مش حمل ان انت بقى تتوهي وانزل ادور عليكي. لا ما انا خلاص بقى اتعلمت وحفظت الطريق. يا بنتي اسمعي كلام اخوك. طيب حاضر، لو افتكرت حاجه بيكلميني على المحمول. على فكرة أنا ما كنتش عايزة أغصبك على حاجة، أنا بس مش عايزة شكلك يبقى وحش قدام ابن عمك، عايزاك تبقى راجل مال وهدومك وأدي الكلمة اللي تطلع من بقك زي أبوك الله يرحمه. الله يرحمه بقى. حاضر يا ماما، ربنا يسهلها من عنده. استغفر الله العظيم يا ربي من كل ذنب عظيم، هو ما حدش عارف مصلحته. هو القمر بيطلع بالنار ولا ايه يا جدعان؟ احترم نفسك، اتفضل اتفضل.
طب ما تيجي اوصلك يا قمر، بس قول لي راح فين. لا بعد انت قليل الادب وديني نبي. لا حاج خالد، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اركب يا منيره. اركب نهار اسود يا ولية، اركبي وانا اخطفك. اركبي. خير يا حاج خالد؟ خير ايه؟ هنتكلم والباب مفتوح. اقفلي الباب، اقفلي الباب اهو. يا لهوي، واخدني موديني على فين؟ حد يشوفنا؟ حد يشوفنا؟ احنا بنعمل حاجه غلط. حركن عشان افتح الطريق. الله، ازيك يا منيره؟ عامله ايه؟ الحمد لله. هو في ايه؟ مفيش حاجه، عايز اتكلم معاك شويه. طب ما تطلع البيت، هي نص ساعه مسافه السكه وهرجع على طول. وانت كنت رايحه فين؟ رايحه اجيب بسله. بسله؟ صدقي بالله يا منيرة، لا إله إلا الله، وحشتيني. عيب. آه خليل، بقولك عايزك تكلم لي فرع مصر الجديدة ويجهزوا لي 3 اطباق بسلة مفصصة، خليه يحطهم في كياس بيضة خفيفة مش اللي مكتوب عليها حاجة خالص، مفهوم؟ يلا بالسلامة أخويا. بالسلامة. ليه كده بس يا أخويا؟ ما أنا كده كده كنت رايحة السوق. هنتكلم مع بعض شوية عقبال البسلة ما تيجي، وتاخديها وتروحي كأنك لسه راجعة من السوق. أنت مش عاوز تطلع البيت واخد على خاطرك من ماما؟ طب والله هي من ساعة الفلوس دي ما جات لنا وهي بتتمنى إنها ما كانت تيجي. ده جت هنعترض؟ طب بقول لك إيه؟ ما تطلع نصفي الجو مع ماما وأصالحكوا على بعض وأعصر لك جوافة. جوافة في عينك يا منية، بقول لك عايز أتكلم معاكي ولوحدنا. نتكلم لوحدنا في إيه؟ كلمتين يا منيرة محشورين في قلبي، عايزة أفضفضلك بيهم وما ينفعش أقولهم لك قدام حد. طب ما تقول يا أخوي. تعبان يا منيرة، تعبان من ساعة ما رجعنا من الحجاز وأنا تعبان. قلت لك ما تشغلش التكييف هناك وأنت نايم، ما سمعتش كلامي، كنت خايف عليك لا تستهوى. استهوى؟ استهوى إيه بس يا منيرة؟ أنا ما عنديش برد يا حبيبتي، أنا نفسيتي تعبانة، تعبان، تعبان يا منيرة، مش طايقة حياتي. ساعد ما رجعنا من الحجاز وانا بكلم نفسي، الفترة اللي قعدتها معاك هناك نسيت الدنيا، مش قادر ارجع لحياتي اللي انا كنت عايشها. صدقني واحد ما بيحسش بقيمة الحاجة الا لما بتبقى بعيدة عنه. ميرا، انت فاهم انا بقول ايه ولا مستوعبة؟ يعني انا بحاول افهم. هو انت عندك مشاكل في الشغل؟ الشغل بس، الشغل والبيت ومناكفة العيال وقرف العيال وطلبات بعملهم كل اللي هم عايزينه ومحدش راضي، عشان كده تعبان، تعبان. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ده وشايل في نفسيتك وساكت فضفض يا أخويا فضفض. بقالي 3 أيام ما نمتش يا منيرة، عمال ألف حوالين نفسي وأقول يا رب طب أروح لمين؟ مين اللي يسمعك يا دي خالد؟ مين اللي يشيل من عليك؟ مين اللي يضلل عليك وياخدك في حضنه؟ عارفه يا منيره؟ انا النهارده الصبح دورت عربيتي وبقيت ماشي في الشوارع مش عارف اروح فين. واسال نفسي تروح هنا ولا هنا ولا اتكلم مين؟ بصيت لقيت نفسي تحت بيتك. بص يا حاج خالد، انت راجل مؤمن، راجل طيب وامير. انا سمعتهم بيقولوا ان الواحد مننا لما بيرجع من الحج الشيطان بيرجع يوسوس له اكتر من الاول، وبيتوعد له وبيفضل يلف ويدور حواليه كده زي ما انت بتلف وتدور في الشوارع. عارف انا بيتهيألي ان اللي انت فيه ده وسوسه شيطان. تصدقي صح، صح، هو ده بقى اللي انا محتاج له، انك دايما تكوني جنبي عشان توعيني وتوريني اللي انا مش شايفه. يا جدعان، يا الراحة اللي أنا فيها يا جدعان، يا أنت بتتكلم بجد؟ إلا بجد، هو ده اللي أنا عايزه. ست الكمل، الست المحترمة اللي تحن على جوزها. هي اللي اسمها شريفة دي مش حنين عليك خالص؟ ليه جبت سيرتها؟ ليه جبت سيرتها؟ أنا بتعجن. أديك عكننت عليا تاني. حقك عليا يا أخويا، ما تزعلش واحد الله. لا لا لا، سامحني، سامحني بقى. مسامحك يا طهرة، مسامحك. كل اللي أنا عايزه
ان احنا نبقى نتكلم من وقت للتاني. انا موجوده على طول في البيت، كلمني وقت ما تحب. حلو، بس لما اكلمك تاخدي تليفونك وتدخلي على اوضه الجري وتقفلي عليكي، عشان اسراري انا ما احبش حد يسمعها غيرك يا مني.